السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت اكسل 2016. احنا كنا اتعلمنا قبل كده ازاي نصمم برنامج لترحيل البيانات، وكنا ما بنيجي نضيف اي بيان في شاشة الادخال ديت وبنضغط على زر الاضافة كانت البيانات بتترحل معايا في شاشة البيانات هنا بصورة تلقائية. طيب في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي لما نيجي نضيف اي بيان جديد يروح للصفحة الخاصة بيه. يعني مثلا انا ضفت بيان وعايز احط هنا الوظيفة محاسب، لما اجي اضيف اضافة بيانات يروح على صفحة المحاسبين، ولو جيت غيرت الوظيفة خليتها محامي يروح بصورة تلقائية لصفحة المحامين، ولو دست مهندس يروح لصفحة المهندسين، ولو كتبت موظف يروح لصفحة الموظفين. يبقى انا برحل البيانات حسب الوظيفة. هنعرف الطريقة مع بعض وهنشوف بتتعمل ازاي. طيب انا مثلا هنا عندي الموظفين البيانات فاضية خالص، لسه مفيش اي موظف جديد عندي. لو انا جيت هنا حطيت بيانات وكتبت هنا كلمة موظف وجيت دست وقلت اضافة بيانات، البيانات بتضاف. لو رحنا بصينا عليها في صفحة الموظفين هنلاقي البيان نزل معانا اهو. طيب لو جيت ضفت اي بيان تاني قلت مثلا خالد وقلت العنوان هنا مثلا القاهرة وحطيت هنا الوظيفة هقول مثلا محامي، هنا المحامين مفيش غير ايه محمود ووليد. لو قلت هنا مثلا محامي وضفت بقى اي بيانات تانية وجيت هنا قلت مثلا اضافة بيانات، هذا الاسم موجود، لا انا هنا عندي خالد قبل كده مش هينفع يتضاف تاني، هكتب مثلا خالد محمد، هقول اضافة بيانات، هنا البيانات اتنقلت. هنروح ابص عليه في المحامين هنلاقي هنا خالد محمد اهو اتضاف واتحط في الترتيب بتاعه. نفس الكلام لو جيت مثلا قلت هنا، لو جيت هنا قلت زياد تامر وقلت العنوان مثلا القاهرة وقلت هنا مهندس وجيت اضيف البيان، البيانات هتضاف. لو رحت بصيت عليه في صفحة المهندسين هنلاقي زياد تامر اهو البيان اضاف. يبقى اي بيان انا بضيفه هنا بيترحل معايا في الصفحة الخاصة بالوظيفة اللي انا كتبتها هنا. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، ويلا بينا نشوف عملنا الكلام ده ازاي. هنقفل الملف ده وهنفتح ملف جديد وهنعملها واحدة واحدة مع بعض. طيب انا هنا فتحت ملف جديد، دي الصفحة الرئيسية بتاعتي اللي هي شاشة الادخال ضوء او اضافة البيانات، وهنا دي الصفحة الرئيسية. طب انا هنا عايز ازود، انا عندي هنا محاسبين ومحامين ومهندسين، عايز اعمل لكل واحد صفحة خاصة بيه. يبقى هنزود هنا، هنعمل كذا شيت كده نشوف احنا عايزين قد ايه بالظبط ونزود زي ما احنا عايزين، وهنبتدي نسميهم هنا. هقول هنا مثلا محاسب وهعمل صفحة للمحامين، وهقول هنا محامي وهعمل صفحة تاني للمهندسين وهقول هنا مهندس، وهديه لون كده عشان يبقى ايه واضح معايا وظاهر. المنظر ده كده. يبقى انا عملت ايه ثلاث صفحات، صفحة للمحاسب وصفحة للمحامي وصفحة للمهندس. طيب انا دلوقتي عايز لما اجي اضيف بيان، طبعا البيان بيتنقل لصورة تلقائية لصفحة البيانات هنا، انا عايزه بقى لما اجي اضيف بيان يتنقل للصفحة الخاصة بيه هنا. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها هنخش على صفحة البيانات، هاجي في صفحة البيانات ديت وهاخد العنوان ده كله كده كوبي، وهبتدي احطهم في كل صفحة هنا. طبعا انا لو عندي صفحات كتيرة مش هقعد اخش على صفحة صفحة واعمل لها كوبي وبيست كوبي وبيست، طبعا هتاخد وقت. لا احنا هنعملهم كلهم مرة واحدة. هنعملهم كلهم مرة واحدة ازاي؟ هنيجي هنا على الصفحة بتاعت المحاسب هنضغط عليها، ومن الكيبورد هندوس على شيفت وهنيجي على اخر صفحة
حتى لو عندنا 100 صفحة، هنيجي على آخر صفحة ونضغط عليها برضو بالماوس كده هنلاقيهم كلهم متفاعلين معانا. لو عملت أي حركة هنا هتسمع في الشيتات كلها. طب أنا هاجي هنا وأعمل هنا مثلا إيه بيست، يبقى إحنا كده إيه وأبتدي أنسق في الصفحة ديت. أي حركة أنا بعملها بتسمع إيه في الشيتات كلها. تمام كده. طيب بعد ما خدت دي كوبي وبيست هعمل ايه؟ هاجي هنا على الوظيفة، هناخد الوظيفة والمحاسب دي كده كوبي، وهاجي هنا على المحاسب صفحة المحاسب وهعمل شيفت وهدوس على اخر شيت معايا عشان لما اعمل بيست يسمع فوق كله. هعمل هنا بيست بالطريقة دي كده. طيب انا هنا المحاسب خلاص، صفحة المحاسب كده ايه جاهزة، الوظيفة محاسب. طب والمحامي هغير دي بس هخليها محامي، وهاجي على صفحة المهندس هنا وهغير ديت هخليها مهندس. طيب احنا كده جهزنا الصفحات بتاعتنا لترحيل البيانات. انا دلوقتي عايز لما اجي اضيف بيان جديد هنا يترحل، قلت محاسب يترحل على صفحة المحاسبين على طول بصورة تلقائية، ولو ضفت محامي يضاف للمحامين، ولو ضفت مهندس يضاف في شاشة المهندسين على طول. أنا لما بضيف أي بيان هنا هو بصورة تلقائية بيروح لفين؟ في صفحة البيانات، الصفحة الرئيسية اللي معانا دي. طب أنا عايز لما أضيف بيان يترحل بقى إيه حسب وظيفة كل واحد. هنعمل الكلام ده إزاي؟ هنبتدي نشغل ماكرو، وهاجي هنا على صفحة المحاسبين هبتدي أشغل ماكرو جديد معايا. طيب هنشغله ازاي؟ في كذا طريقة لفتح الماكرو. أول طريقة من قائمة فيو بنيجي هنا على ماكرو وندوس ريكورد ماكرو، أو من قائمة ديفلوبر ونختار ريكورد ماكرو، أو من الشريط اللي تحت دوت جنب كلمة ريدي هنلاقي فيه علامة كده بنضغط عليها بيفتح لنا ماكرو جديد. طيب أنا هنا واقف في صفحة إيه؟ صفحة المحاسبين. هبتدي أسمي الماكرو دوت، أسميه إيه؟ سميه اي اسم انت عايزه. انا مثلا هسميه اتش اندرسكور 1، يبقى اتش 1، وهقول له اوكي. هو هنا كده ابتدى يسجل ماكرو. طب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا من قائمة داتا ومجموعة السورت اند فلتر، هنختار منها ادفانسد، هنفتح ادفانسد كده هتظهر معانا الشاشة ديت او النافذة ديت. طيب هنعمل ايه في النافذة ديت؟ هنيجي هنا نختار copy to another location، وهنيجي عند الليست رينج ديت هنقف عليها كده. هنا بيقول لي انت البيانات اللي انت عايز تدور عليها موجوده فين. هنيجي هنا عند صفحه البيانات وهعلم على الجدول ده كله كده وهنزل بيه لتحت خالص. طيب انا عايز لما اجي اضيف اي بيان يتضاف معايا. انا لو وقفت لغايه هنا بس، لو جيت زودت بيانات بعد الخط دوت مش هيظهر معايا. انا عايز افتح الصفحة دي معايا للاخر، يعني بدل ما هي جي 17 ده انا هخليه مثلا جي 1000، يبقى هياخد معايا لغاية 1000 صف او لغاية 10000 صف. طيب احنا حددنا له المكان اللي موجود فيه البيانات كلها. طيب انت هتدور على ايه بالظبط؟ هدور على الخليتين دول، الوظيفة والمحاسب. طيب تالت اختيار معانا كوبي تو، انت عايز تحط النتيجة فين؟ عايز احطها على الصف ده كله كده، هنعلم عليه وهندوس اوكي. مجرد ان انا ادوس اوكي عمل ايه؟ جاب لي المحاسبين بس. لو جينا بصينا هنا احنا كنا معلمين على الجدول كله، هو طلع لي ايه؟ المحاسبين بس. طب طلع المحاسبين بس ليه؟ لان انا بقول له بص لي هنا وهات لي المحاسبين من الجدول ده، هو عمل كده ونفذ لي الامر وجاب لي المحاسبين بس. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنقفل الماكرو بتاعنا، هنقفله بالطريقه دي. طيب احنا كنا مسميين الماكرو ايه؟ اتش اندرسكور 1. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي بقى المحاسبين هنا كده وهنعمل ايه؟ كليك اليمين وهنيجي نفتح فيو كود، هنفتح شاشه الاكواد بتاعتنا كده هتظهر معانا الشاشه دي. من الشاشه دي هنيجي عند كلمه جنرال هنا هنفتح السهم وهنختار ورك شيت،
وهنيجي عند السهم التاني دوت وهنختار اول حاجة معانا اكتيفيت، وهاجي هنا استدعي الماكرو اللي انا كنت كتبته. احنا كنا مسميين الماكرو ايه؟ اتش 1. يبقى هنكتب كول ومسافة و اتش اندرسكور 1 بس كده. كده احنا خلاص استدعينا الماكرو وننزل بقى بيها كده. طيب لو انا جبت ضفت بقى بيان هنا، قلت مثلا ربيع، كتبت مثلا ربيع محمد وقلت اي عنوان، وجيت كتبت هنا الوظيفة محاسب، وكملت بقى اي بيانات، كملت بقية البيانات، وجيت قلت لإضافة بيانات هنا نقل البيانات. لو رحنا بصينا هنا كده هنلاقي ربيع محمد اتضاف معانا اهو واتحط في الترتيب بتاعه. بالنسبة للترتيب دوت هو ازاي دخل في الترتيب بتاعه انا كنت شرحتها في الفيديو اللي قبل كده، هبقى اسيب لكم برضو لينك الفيديو في الوصف اللي حابب يرجع ليه. طيب احنا كده خلاص عملنا المحاسبين، هنعمل نفس الكلام هنا في شاشة في صفحة المحامين. هنعمل ايه؟ هنيجي نفتح ماكرو جديد وهنسميه برضو اي اسم، ونخلي بالنا ان الاسم مبقاش نفس الاسم اللي احنا عملناه في المحاسبين، يعني الماكرو لازما الاسماء ما تتكررش. يبقى هنكتب هنا اتش اندرسكور 2، وهندوس اوكي. كده احنا ابتدينا نسجل الماكرو. هنعمل ايه؟ هندوس على ادفانسد، وهنيجي نعمل كوبي تو انذر لوكيشن، وهاجي هنا من الصفحه ديت اول واحده الليست رينج، هنا المكان اللي انت هتاخد منه البيانات فين اللي هو موجود في الصفحه الرئيسيه بتاعتي. هنعلم على الجدول كله وهبتدي ازود عدد الصفوف، انا عايزها مثلا 10000 صف. وهاجي هنا على تاني اختيار عندنا، نقول انت عايز تاخد البيان منين؟ هاخده من هنا المحامين. طيب انت عايز تحط النتيجه فين؟ عايز احط النتيجه هنا، وهندوس اوكي طلع لي البيان المحامين اللي موجود في الصفحه الرئيسيه. هنيجي نقفل الماكرو، وبعد كده هنيجي نستدعي الماكرو من فيو كود، هنفتح الكود وهنيجي نختار ورك شيت، وهنفتح السهم دوت ونختار الاكتيفيت، وهنبتدي نستدعي الماكرو. هنكتب كول ومسافه، واحنا كنا مسميين الماكرو ايه؟ اتش اندرسكور 2 بس. وهنيجي بقى ننزل الصفحه دي كده تحت، يبقى احنا كده ايه؟ فعلناها. نفس الكلام هنعمله في المهندسين. هنيجي هنا هنفتح ماكرو جديد وهنبتدي نسميه، هسميه مثلا اتش اندرسكور 3، وهندوس اوكي. كده ابتدى يسجل معايا. هنضغط على ادفانسد وهنعمل كوبي تو انذر لوكيشن. خلاص انتوا كده ايه حفظتوا معايا. هنيجي على الليست رينج، هنيجي على صفحة البيانات، هنعلم عليها كلها وهبتدي ازود عدد الصفوف، هخليها مثلا 10000، وهاجي هنا هقول له انت هتاخد لي البيان اللي مكتوب هنا وهتحط لي النتيجة. هنقف هنا كده، هتحط لي النتيجة هنا وهندوس اوكي. يبقى هو كده ايه؟ حط لي البيان كله. هنيجي اهم حاجة ما ننساش نقفل الماكرو، وبعد كده نيجي نستدعيه. هنيجي كليك اليمين على المهندسين وهندوس فيو كود، وهنيجي نفتح ورك شيت، وهنفتح السهم اللي جنبه وهنقول اكتيفيت، وهنبتدي نستدعيه. هنقول كول ومسافة، وهنقول اتش اندرسكور 3. يبقى كده ايه؟ خلاص احنا استدعينا الماكرو. طيب تعالى بقى نروح، احنا هنا عندي في المهندسين اسمين بس، احمد وخالد، وفي المحامين اسمين برضو بس، محمود ووليد، والمحاسبين عندي هنا 6 اسماء. طيب انا هنا عايز اضيف بيان جديد، اقول مثلا هنا عمر تامر، هنا العنوان هنقول القاهرة، هنا الوظيفة انا عايز ازود مثلا ايه مهندس، هنقول هنا مهندس، ونبتدي نكمل بقى بقية البيانات. هنحط اي بيان مثلا،
هنا المهندسين، هنا في صفحة المهندسين عندي مين؟ عندي أحمد وخالد، اسمين بس. طيب لو جيت أنا دوست إضافة هنا، إضافة بيانات، هيقول لي تم نقل البيانات. هو بصورة تلقائية بيروح فين؟ بيروح للصفحة الرئيسية، وفي نفس الوقت بيروح لصفحة المهندسين. هنلاقي عمر تامر هنا. طب أنا عايز أزود واحد مثلا محامي، أقول مثلا سليم، أقول الجيزة، أقول الوظيفة محامي. لو جيت أنا ضفت بيان هنا، قلت إضافة البيانات، هيقول لي تم نقل البيانات. لو رحت هنا على صفحة المحامين هنلاقي سليم اتضاف معايا هنا. طب لو عايزين نضيف واحد برضو في المحاسبين، هاجي هنا وأقول سالم محمد، وهقول هنا العنوان وهحط هنا الوظيفة محاسب، وهاجي أضيف بيانات، هقول هنا إضافة بيانات، هيتضاف معايا. لو جيت بصيت عليه في شاشة المحاسبين هلاقي سالم محمد اتضاف معايا هنا. طيب لو أنا بقى بعد ما خلصت عايز أضيف وظيفة جديدة، هنيجي هنا نفتح شيت جديد وهنعمل نفس الكلام. هنيجي هنا هناخد دي كوبي، نهيئ الصفحة الأول، هنيجي هنا نحطها كوبي بيست، وننسق الصفحة بالطريقة دي كده. طب أنا هنا مثلا عايز أضيف وظيفة جديدة، هنسميها مثلا ايه؟ هنكتب مندوب مبيعات، هنا مندوب مبيعات مثلا. تمام ماشي، اديله برضو لون عشان يبقى واضح معايا. طيب هاجي هنا هناخد دي كده كوبي، واجي احطها هنا بيست، وهاجي اكتب هنا مندوب مبيعات بالطريقة دي. طيب هبتدي برضو ايه اللي عملناه في الثلاث صفحات دول، هنعمله في الصفحة دي. هنيجي نشغل ماكرو وهنبتدي نسميه، هقول مثلا هنا اتش اندرسكور 4 وهنقول اوكي. كده الماكرو ابتدى يسجل معانا. هنيجي من قائمة داتا هنفتح الادفانسد، وهنيجي هنا نقول كوبي تو انذر لوكيشن، وهنبتدي نختار الصفحة الرئيسية بتاعتنا، هعلم عليها كلها كده، وهبتدي ازود عدد الصفوف فخليها 1000 صف. وهاجي هنا على الرينج بتاعنا دوت، هقول له هتاخد لي البيان من هنا وهتحط لي النتيجة هنا، وهقول اوكي. كده خلاص، طبعا مفيش بيانات نزلت عشان مفيش مندوب مبيعات خالص. هنيجي نقفل الماكرو، وبعد كده نيجي نستدعي الماكرو، هنقول كليك المين وهندوس فيو كود، وهاجي هنا هدوس ورك شيت، وهاجي هنا هنعمل اكتيفيت، وهنبتدي نستدعي الماكرو، هنقول كول اتش، احنا كنا مسمينه ايه؟ اتش 4. وكده خلاص، كده احنا استدعيناه. هنقفل الكلام ده بقى كده او ننزله، وهنيجي هنا انا بقى عايز اضيف بيان جديد، اقول مثلا اسمي هنا علي، اقول مثلا علي ربيع، وهاجي العنوان اقول الاسكندرية، وهنا الوظيفة هقول مندوب مبيعات، مندوب مبيعات، وهكمل بقية البيانات، هحط هنا اعزب مثلا، وهنا المرتب 4000. لما اجي اقول اضافة بيانات، البيانات اتضافت. لو جينا بصينا عليه بقى في الصفحة بتاعته هنلاقي علي ربيع اتضاف معانا هنا. لو جيت ضفت اي بيان تاني، قلت مثلا خالد سليم، وقلت هنا مندوب مبيعات، وطبعا بكمل بقية البيانات عادي، واقول اضافة بيانات، هيتضاف معانا. لو رحنا بصينا عليه هنا هنلاقي خالد سليم اتضاف معانا هنا. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سرنا سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا سرنا.